السلام عليكم. بداية، أنا كسوري بحب أشكر باسل الأمين، الشاب اللبناني صاحب المشاعر الإنسانية تجاه اللاجئين السوريين. طبعا باسل الأمين تكلم في بوست على وضع اللاجئ السوري، طبعا سب شتم مثل ما شايفين البوست أمامكم. لكن لما شاف باسل الأمين الموقف اللي تعرض له هذا اللاجئ السوري، فطبعا كإنسان غضب. وربما في شيء مهم جدا نسيه باسل الأمين. باسل الأمين كان مفكر إنه يعيش في بلد فيه حرية التعبير، إنه بيحق لكل إنسان أن يعبر عن رأيه، لكن ربما يكون تجاوز. ولكنها ساعة غضب، لما إنسان بشوف موقف ما بيعود يتحمل نفسه، فربما يتكلم بكلام. طبعا الكلام شيء والأفعال شيء آخر. هناك ناس يقومون بأفعال كثيرة جدا دون أن يحاسبهم أحد. بس في بالبلد أكبر من هيك بكتير، أشياء كبيرة يعني ما عم يحكوا فيها، أشياء مخبية، أشياء مبطنة. الشيء اللي غاب عن ذهن باسل الأمين إنه ما له ظهر، يعني غير الناس اللي بيشتغلوا اي شيء بيساووه في البلد ايا كان، من تحقيق مصالح شخصي او اي شيء، لهم ظهر يحميهم. حتى لو تابعتوا في فيديو فيروز تكلم فيه انا عن فيروز، طبعا لهم ظهر يحميهم. الناس اللي قاموا بهالعمل ومنعوا الوضع اللي كان قائم في الجامعة، لهم من يحميهم. اما الامين باسل، وباسل الأمين غاب عن ذهنه هذا الشيء طبعا، وظن أنه بإمكانه يتكلم أي شيء هو يعني يشعر فيه كإنسان. باسل طبعا بتمنى أنه أنا يعود باسل لأمه المسكين اللي تكلمت هالكلام النابع من القلب. أشكر باسل وكل من يحترم كل سوري موجود على الأراضي اللبنانية ويشاركه مشاعره ويعيش معه الحالة التي هو فيها. بترككم مع الموقف البسيط لزياد الرحباني. هي بالثورة سبقتنا 100 سنة، من شعب معلم، شعب بيعرف بيحترم التاني، بيشتغل. احنا شعب لا بيشتغل ولا منين هالعوايد والاطباع هذي. الهجرة هي حالة، لأنه خرع الجمهورية. هيك كلمتين. تحية لكل مواطن شريف.